مرة كان معي شخص وكان في ورشة وأتى صلاة الظهر فرفض أن يصلي وأخرها إلى عودته إلى البيت بحجة أن ملابسه غير نظيفة وهي بالأمس مغسولة، فما الحكم؟ ما يشترط للصلاة، ما يشترط لصحة الصلاة نظافة الملابس، إنما يشترط لها الطهارة، يصلي ولو كانت ثيابه غير نظيفة. وقلنا لو أنه جعل له ثياب ثوب للصلاة وثوب للعمل كان هذا أحسن وأتم.